مساء الخير. يقال إن البيوت أسرار، وهذه حقيقة، لأن البيت فيه ظاهر وفيه باطن. إحنا ما إحنا شايفين إلا ظاهر البيت، أما باطنه ما يعلم به إلا العالم بكل شيء وأصحاب البيت، إلا إن كانوا أصحابه يعني من النوع اللي يكب العشاء، هذا شيء ثاني. وهذا يخلينا إن إحنا ما نقدر نحكم على الناس. لا يغركم تشوف واحد لابس لبس بسيط وسيارته قديمة شوية وعلى قد حاله، نحتقر ونقول هذا فقير شحات حالته حالة. يمكن الله معطيه خير الدنيا لكنه زاهد في حياته. في نفس الوقت العكس صحيح، يجي واحد ما شاء الله تبارك الله واضح في ملامح النعمة، سيارة آخر موديل، الثوب ما أدري وش القماش، الشماغ مارك، الكبك، أنت من يوم ما تشوف الشخص هذا تقول الصلاة على النبي هذا في الأوبشن. الصدمة كلها انه لما تجي تطلب مبلغ ولو بسيط سلفة من شخص زي هذا يرفض، يقول لك ما معايا. الكثير ممكن يزعل لانه في ظاهر الادم انه في خير وفي فلوس، كيف يردني؟ ايش البخل ذا؟ الهيئة الخارجية والشكل اللي برا مو كل شيء. احنا ما نعرف ظروف الشخص هذا، هل والله الادمي هذا مديون، هل راتبه على قده، هل بيصرف على اهله، هل والله داخل في مشاريع وخسران. الله يعلم ظروفه. اتمنى ان احنا ما نحكم على الناس من برا. مو كل بنت كاشفة قليلة أدب وقليلة دين وما عندها تربية، في نفس الوقت مو كل بنت متغطية تعتبر شريفة عفيفة. المهم في كلام يا جماعة مو بس إنه البيوت أسرار، وإنما حتى الأشخاص اللي إحنا نقابلهم يوميا ونتعامل معهم ونسلم عليهم ونمزح ونتضارب معهم هم عبارة عن شكل خارجي، لكن ماذا في داخل هذا الشكل الخارجي؟ الإنسان عبارة عن إمكانيات، عبارة عن أو كمية من الأحاسيس، عبارة عن ظروف. للأسف البعض، أنا أقول البعض ولن أعمم لأنه التعميم لغة الحمقى، البعض في مجتمعنا لما يشعر أنه في أحد أقل منه وأنه أفضل وأرقى والمفروض من حقه يبدأ يتجبر ويتكبر ويقسى. متأكد مو بس أنا ملاحظ الحاجة هذه، أنت شوف في الأماكن العامة تعاملنا مع بعض العمالة، والله ماسك بقالة وماسك ورشة عامل نظافة، عندنا كذا التعامل حق هاي جيب هذا، تعال محمد هنا، إيش أنت تسوي؟ لشعورنا بأنه إحنا أفضل، هذولي عندنا جايين يشتغلوا، أنا من حقي أمر وأنهي، أنا هو فين هو فين. ترى ما إحنا أفضل، لأنه الإنسان عبارة عن ظروف يا جماعة. بعض الناس سيد قوم، لكن الظروف اللي ما هي بيدي ولا هي بيدك جابته وأجبرته أنه يجي يشتغل عندك. كل إنسان حتى لو عندك شعور أنك أنت أفضل يجب أن يحترم. يحترم مو بس لأنه والله سيد قوم ولا هو فلان بين فلان، يجب أن يحترم أول شيء كإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان قبل ما أنت تكرمه وأنك تقدره، والله كرمه. بعدين يجب أن يقدر ويحترم لأنك أنت ما أنت عارف ظروفه. يمكن الابتسامة هذه وراها كمية من الحزن، ابتسامتك وطريقة تعاملك أنت بتخفف على الناس الحاجة اللي هي حاسة فيها واللي متحملتها في قلبها. فمتعة العطاء ألذ وأطعم من متعة الأخذ. وبعدين الواحد منهم لو أخطأ ما نغفر له، ما يكفي كمان جاء ويخطأ؟ طيب يعني أنت إنسان وممكن تخطأ ومؤمن بأنه أنا خطأ، هو لا، هو ما يخطأ، طالما غريب ما يخطأ. يا أخي الإنسان جبل على الخطأ، لازم يخطأ، ولو نحن ما أخطينا الله سبحانه وتعالى حيبدل ناس غيرنا يخطوا ويتوبوا ويستغفروا. أحيانا الواحد مننا يخش محل يبغى يشتري مطعم ولا بقالة ويجيك الأدمي يكلمك من طرف خشمه. يا أخي جمال الموضوع أنه في هذه الحالة بالذات أنك أنت تقدر أنك تمشي، تقدر تقوم الدنيا ولا تجلسها، بس الله يعلم بظروف الشخص هذا اللي خلته متنرفز وخلته عصبي وخلته يكلمك من طرف خشمه، مع العلم أنه هذا مصدر رزقه، ممكن أنت تقطع رزقه. في النهاية أحب أقول يا جماعة، ترى ما في أحد أقل من أحد، هو الميزان التقوى والمصير واحد، والله سبحانه وتعالى له حكمته لما خلقنا طبقات، في الغني وفي الفقير وفي المتوسط، والجميع كل واحد محتاج الثاني، وبالشكر تدوم النعم. تحياتي.